تتواصل خطوات إدارة الأولمبياد العلمي السوري في هيئة التميز والإبداع بالكشف عن مواهب التميز العلمي لدى اليافعين وتطويرها. انطلقت المرحلة الثانية من اختبارات الأولمبياد العلمي في الرياضيات لعام 2021 على مستوى المحافظات كافة. نحن اليوم بالاختبار الثاني من المرحلة الثانية لأولمبياد العلمي لليافعين، اختبار الرياضيات. بالنسبة للأعداد اللي تقدمت عنا اليوم هي تقريبا 340 طالب على مستوى المحافظات كافة ليتأهلوا للمرحلة القادمة. بالنسبة الشريحة العمرية حكينا عنها بالمرة الماضية اللي هي طلاب صفي السابع والثامن اللي نحن عم نسعى نضيفهم لطلاب الأولمبياد العلمي السوري عشان المراحل القادمة. اللي عم نشوفه اليوم هو أولمبياد بنكهة جديدة بخصوصية له محورين، محور خاص بمادة الرياضيات اللي اليوم عم يشاركوا فيها الطلاب يتنافسوا، محور آخر هو جزء مشترك للكيمياء والفيزياء وعلم الأحياء. الخميس الماضي كانوا هالجزء المشترك كانت اختباراته، اليوم اختبارات الرياضيات. الناجحين أو خلينا نقول المتأهلين أحسن 50 علامة على مستوى كل المحافظات سوف يتأهلون إلى التصفيات النهائية لا تحديد الأوائل على مستوى سوريا للتكريم وتقديرهم. الاختبار كان يراعي جميع المستويات بهدف إتاحة فرصة جديدة لتطوير المهارات العلمية والفكرية للطلبة، ويشجع على إيجاد الحلول بطريقة مبتكرة وإبداعية. اليوم خضت تجربة بالأولمبياد، كانت في أسئلة صعبة وفي كان أسئلة سهلة، وحليت يعني منها وخضت تجربة جديدة لأنه الأسئلة بتختلف عن المدرسة. أنا خطة لهي التجربة أن طموحي أني أصير بالمستقبل مهندس مدني، لأن هاي المادة بتساعدني. أنا خطة هاي التجربة أن بحب أنا مادة الرياضيات. أنا اليوم إجيت قدمت أولمبياد رياضيات، هو كان سهل وكانت الأسئلة أنه يعني الناس شاطرين ودارسين بيعرفوا بيقدروا يعملون كلياتهم. أنا قدمت هذا لأن أنا شاطرة بالرياضيات وبحب الرياضيات، والمجال اللي حفوت فيه بس أكبر هيعتمد على الرياضيات أكثر شيء. يهدف هذا الاختبار وغيره من الاختبارات السابقة في الأولمبياد العلمي السوري إلى استقطاب المواهب الشابة بعيدا عن النمطية واختبار المعارف لبناء جيل أساسه العلم والمعرفة.